بالنسبه للضفار اللي كيكونوا كيتهرسوا فاحنا غادي نستعملوا واحد الماده موجوده في المطبخ المغربي وكنستعملوها بزاف اللي هي الثومه الحمراء. اذا الثومه الحمراء ها الطريقه ديال الاستعمال ديالها، غادي ناخذوا واحد الضريس ديال الثومه حمراء كنقشروا كنحيدوا القشره ديالو، ولكن كنحكوا غير الضفار، ما نحاولوش نقيسوا الجلده، نحكوا الضفار ديالنا بهاد الثومه هذه، نخليوها نص ساعه ومن بعد نغسلوا يدينا. العمليه كنديروها يوميا. علاش الثومه؟ اولا فيها مضادات فطريات طبيعيه، ثانيا فيها الكبريت، وثالثا فيها المواد المرممه اللي كتخلي لينا داك الكالسيوم اللي في الداس يستافدوا منه الضفار وكيوليو كيقصحوا وكيطوالوا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.